النور يستنى في عبد النور. هذه الكرة الثانية وين التصوير؟ أسلت يستنى جول 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 جول. الله الله يا بابا وسلام عليك يا أسلت. نايم نايم نايم. هذه نعمة أولى. نايم أسلت. تونس تمسي عليكم وتحييكم من ليبربيل وفي عز هذا الليل بركات نعيش الآن أجمل الأوقات. كرة يمينية السلام من نعيم تسكن شباك المحاربون وتعطي أسبقية تونسية في هذه اللحظات الكروية. تعظيم سلام لكل التوانسة. المنتخب هذا عنده باع وذراع بالقلايب يجيبوها. راكم التوانسة وعليكم الكلام. رجع العنفوانو رجع لسولاته وجولاته. وهذا يوسف المساكني. نعيم سليتي المساكني. جول جول جول. جباله جباله المساكني وفي الشباك عتاله يوسف المساكني. ساكن الشباك يوسف الفتاك. يا سلام يا سلام. النجمة والهلال عال العال بأكبر رجال. واحد اثنين والكرة في الشباك في الزيمبابوي. المحاربون اكلوهم النسور مشمشوهم النسور في هذه اللحظات. كرة جميلة كرة أنيقة كرة رائعة. منتخب تونسي يلعب بالغرام. اش هالدلال شنو هالجمال شنو هذا يا نصر فرحتونا. ما زلنا في انتظار. هذه هي النزعه الهجوميه لعبد النجاس. النجاس 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 يعطي كره. يا سلام غدار غدار غدار. هو الخنيسي جلاد الجلادان. هدفنا على الطريقة الألمانية لجيرت فيلر يخطف الكرة. يا سلام يا حمدي يا نجاس. كرة كافيار كرة كافيار من نجاس يعطيها للغدار. هو تاه ياسين الخنيسي حطها له للمرة الثالثة. جباله في الشباك تا تان تان كيروفا يعاين الأضرار. كرة ولا في الأحلام من حمدي النجاس. وتا ياسين الخنيسي هذه قوته. غدار ما يرحمش يخطف الكرة في رمشة عين وفي رمشة عين. وسبعة عشر أراد نسبيا أن ينغص هذا الشوط منتخب زيمبابوي بهدف موسونا في الدقيقة 43. لكن وهبي الخزري أعاد زيمبابوي إلى مكانه الطبيعي وسجل هدفا رابعا من ركلة جزاء. مسيطر بدون تسجيل أهداف أخرى خامة. بيليات بيليات سرعة لميسونا ميسونا والهدف الثاني. المحاربون منتخب زيمبابوي. الدفاع التونسي كما العادة هنالك مخاوف هنالك ظنون. اندورو الوافد الجديد في الشوط الثاني. شوف الكرة من 50 متر جاء بها منتخب زيمبابوي. وين الدفاع التونسي؟ عبد النور وعلي معلول تجاوزتهم سرعة اندورو. خامة بيليات بكرة ممتازة يعدي اندورو واندورو يفاجئ رامي جريدي ويعطي ثاني اهداف منتخب زيمبابوي. نشكو الدفاع نشكو الدفاع بكل تأكيد.